أهلا بكم مجددا، دعونا نقوم بحل المزيد من مسائل لعبة الزاوية، وأتمنى أن هذا سيجعلكم خبراء في هذه المسائل. دعونا نبدأ. لدي هنا رسمة نجمة، ودعوني أفترض أننا نعلم الزوايا التالية. نعلم أن قياس هذه الزاوية هو 41 درجة، ونعلم أن هذه الزاوية قياسها 113 درجة، وقياس هذه الزاوية هو 101 درجة، وما علينا إيجاده أنه الهدف من لعبة الزاوية. نريد إيجاد قياس هذه الزاوية. أتمنى أن تحاولوا فعل ذلك بأنفسكم، أن توقفوا العرض ومن ثم تحاولوا حلها، وإذا استصعب عليكم أمر ما قوموا بتشغيل العرض مرة أخرى، وأتمنى أن أعطيكم الحل. إذن أوقفوه الآن، لكن دعوني أوضح قبل ذلك كيفية القيام بهذا. دعونا نرى، لدينا هذه وهذه وهذه، وسنقوم بإيجاد هذه الزاوية. كيف يمكن أن نجد هذه الزاوية؟ ما هي الاستراتيجيات الممكنة؟ حسنا، إذا عرفنا هذه الزاوية فيمكن أن نقول أنهما زاويتان متكاملتان، لكن تلك الزاوية صعب إيجادها، وهذه الزاوية جزء من المثلث أو ليست جزءا من هذه المثلثات، أليس كذلك؟ فإذا كنا قادرين على إيجاد هذه الزاوية وهذه، هاتان الزاويتان هنا، هذه الزوايا الخضراء، سيكون بإمكاننا إيجاد هذه الزاوية البنية، وهو الهدف من لعبة الزوايا هذا. ويمكن أن يكون هذا الوقت جيدا أيضا لأنني أعطيتكم تلميحا. هذه الزاوية الخضراء إنها مكملة لهذه الزاوية، وهذا يعني أن قياسها يصل إلى 180 درجة، وهذا واضحا لأنه نفس الخط. إذن هذه 101 درجة وهذه ستكون 79، إذن قياسها أو قياسهما يصل إلى 180، إذن هذه 79 درجة. الآن كيف يمكن أن نجد هذه الزاوية؟ حسنا، إذا أو أنها أبقت نفسها بزاوية في مكان ما، إذا يمكننا أن نرى إذا كانت جزء من أي مثلث، لكننا قلنا بالفعل أنها جزء من هذا المثلث، لكن هذا لا يساعدنا. هذه الزاوية وهذا هو هدفنا. ما هي المثلثات الأخرى التي تعد جزءا منها؟ حسنا، إنها جزء من هذا المثلث الأكبر، ولهذا السبب أنا أفضل مسألة النجمة. هذه المثلثات تبدو واضحة لكم من النظرة الأولى، لكن كلما تمعنت بها أكثر ستلاحظ أن هذا جزء من هذا المثلث، وهي أيضا جزء من هذا المثلث. سأرسم هذا المثلث بلون آخر لأنني أعتقد أنه سيكون واضحا لكم، حيث أن هذا مثلثا مفيدا حتى تروا أنها جزء من هذا المثلث. سأحدده هنا هكذا باللون الوردي، هكذا. إذن لدينا هذا المثلث. هل نعلم زاويتان من ذلك المثلث؟ بالطبع، نعلم هذه الزاوية ونعلم هذه الزاوية. نعلم أن هذه الزاوية 41 زائد 113 سيساوي 180 درجة بسبب زوايا المثلث الثلاث. دعوني أسميها، لا أعلم، جي، سأكتب باللون الأخضر. حسنا، إذا نسميها جي. إذا نعلم أن جي زائد 113، 113 زائد 41. تذكروا أننا ننظر إلى هذا المثلث، ذلك هو الجزء الأصعب، ابقوا فقط في هذا المثلث الذي ننظر إليه، سيساوي 180 درجة. جي زائد هنا 154، 154 هذا كله سيساوي 180 درجة. دائما أخطئ هنا عند الجمع، جي تساوي 26 درجة.
لأنني قمت بطرح 154 من كلا الطرفين، إذن 26 درجة. إذن نحن هنا تقريبا، نحن الآن نعرف هذه الزاوية الخضراء وأوجدنا جي، وعلينا فقط أن نجد هذا جميعها هذه في هذا المثلث، هذا المثلث الصغير باللون الأخضر، والهدف ولنسمي هذه ب X، X زائد جي وهي نفسها 26 درجة زائد 26 زائد هذه الزاوية 79، وكانت مكملة لهذه الزاوية، كل هذا يساوي 180 درجة. إذن X زائد هنا 105 يساوي 180 درجة، إذن X تساوي 75. إذا جمعت وطرحت بشكل صحيح X تساوي 75 درجة، وانتهينا. دعونا نقوم بحل مسألة أخرى من هذه المسائل، جميع هذه المسائل موجودة على الموقع الإلكتروني لخان أكاديمي أو مواقع تعليمية أخرى، لكن على أي حال نعود إلى المسائل. دعوني أرسم أكثر، سيكون هذا الرسم مباشرا. إنه عبارة عن مثلثين متجاورين، مثلثين متجاورين هكذا، ومن ثم دعوني أرسم خطا آخر يتجه هكذا، ثم نرسم خطا يتجه هكذا. وأعتقد أنني أنهيت رسمي، هيا نبدأ. لقد أنهيت رسمي، ودعونا نرى ماذا نعرف عن هذا المثلث وماذا نحتاج أن نجد. سأخبركم أن هذه زاوية كبيرة، قياسها 86 درجة، هذه الزاوية 86 درجة. نعلم أيضا أن قياس هذه الزاوية هو 28 درجة، ونعلم أيضا أن هذه الزاوية قياسها 122 درجة، والهدف هو إيجاد وربما يمكننا فعل ذلك، يمكننا فعله باستخدام لون آخر، ربما يمكننا فعله بعدة طرق مختلفة. هذه الزاوية، الشيء الذي يمكننا فعله هو إيجاد قياس هذه الزاوية. إذا يمكننا أن نطرح هذه الزاوية الخضراء من 86 وسنحصل على الإجابة. حسنا، هذه الزاوية بسيطة أليس كذلك، لأننا نعلم قياس زاويتين من هذا المثلث، بالتالي يمكننا إيجادها. دعونا نسميها، لا أعلم، سنسميها Y. Y زائد 122 زائد 28 يساوي 180 درجة. واي تساوي أو واي زائد 150 تساوي 180، بالتالي واي تساوي 30 درجة، إنها تساوي 30 درجة. إذن هذه قياسها 30 درجة، وقياس هذه الزاوية الكبيرة هو 86، وهدفنا إيجاد هذه الزاوية هنا، ولنسميها X. ستساوي الزاوية الكبيرة ناقص هذه الزاوية التي أوجدناها وهي Y، أي ناقص 30. إذن X ستساوي 50 درجة، وانتهينا. كانت هذه مسألة مباشرة، دعونا نرى إذا يمكننا إيجاد ذلك بطريقة أخرى. حسنا، يمكن أن نقول بدلا من هذه الطريقة، دعونا ننسى أننا قمنا بإيجادها بتلك الطريقة. يمكن أن نقول أن هذه الزاوية مكملة للزاوية التي قياسها 122 درجة، أليس كذلك؟ إذن يجب أن يصل قياسها إلى 180، إذن هذه زائد 122 يساوي 180، إذن كم يجعلها؟ يجعلها 58 درجة، صحيح؟ هذه زائد هذه يساوي 180، إذن لقد أوجدنا هذه. إذا كان بإمكاننا استخدام هذا المثلث
كيف يمكن إيجاد هذه الزاوية؟ حسنا، يمكن أن ننظر إلى المثلث الكبير هنا، ونحن نعلم هذه الزاوية، أليس كذلك؟ وهذه أيضا، ويمكننا إيجاد هذه الزاوية. إذن دعونا نسميها زي. إذن نحن نعلم أن زي زائد 28 زائد 86 يساوي 180. إذن زي زائد 114 يساوي 180. إذن زي ستساوي 66 درجة. لا أعلم إذا قمت بكل ذلك بشكل صحيح، لكن أتمنى ذلك. زي تساوي 66، إذن زي تساوي 66، وهذه الزاوية تساوي 58. والآن يمكن أن نستخدم هذا المثلث لإيجاد قياس هذه الزاوية أي X. إذن X زائد 66 زائد 58 يساوي 180. وأعتقد بالفعل بأنني ربما ارتكبت خطأ ما في مكان ما. إذن في هذا الوقت حصلت على X تساوي، دعونا نرى، 66 زائد 58 يساوي 110 زائد 14. X تساوي 180 ناقص 124. حصلت عليها الآن، X تساوي 56. جيد، في الواقع لقد حصلت على الإجابة الصحيحة، كنت أنظر إلى هذا أعتقد أنها 50 ولكن في الحقيقة 56. إذن X تساوي 56 درجة. إذن أوجدناها بطريقتين مختلفتين، وهذا في الواقع لا يوجد طريقة واحدة فقط لإيجاد الحل، ولكن طالما أنك تجد الحل بطريقة صحيحة يمكنك أن تستخدم أي من الطريقتين. وهنا حصلنا على نفس الإجابة. أتمنى أنكم وجدتم لعبة الزوايا ممتعة، وأراكم في العروض القادمة.